بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جريد 4 ماث فيرست تيرم يونت 3 ليسون 5. خدنا في ليسون 4 هاي كومن فاكتور، النهارده هناخد لوست كومن مالتيبل. المالتيبل يعني ايه اللوست؟ يعني الاقل. مالتيبل يعني ايه يا اسراء الاول؟ يعني اي المالتيبل اوف 2، 0 2 4 6 8 10 كده. مالتيبل اوف 3، 0 3 6 9 12 15 18 وكده. مالتيبل اوف 4، 0 4 8 12 16 20 9. مالتيبل اوف 5، 0 5 10 15 20 25 كده. دي المالتيبل. لما اقول ايه الكومن مالتيبل بتوين 3 اند 4، ايه المشترك ما بينهم؟ طبعا الزيرو ده اساسي، ماشي. بعدين ابص الاقي مين، 12، ماشي. لو في حاجه تانية ما تهمنيش، انا اللي يهمني اللوست، مين اقل واحد. طبعا بما ان الزيرو هي الزيرو المفروض اقل واحد، بس هو اصلا كده كده كومن مالتيبل لكل النمبر، فانا باخد مين، ال 12 اللي بعده الزيرو على طول، ماشي كده. بناخد ده، ماشي. ايه المالتيبل بتوين 4 اند 5 يا يوسف؟ لقيت الزيرو ماشي موجود اهو، ولقيت كمان مين، 20. ال 20 ده يبقى هو اللوست كومن مالتيبل، ماشي. عرفت يعني ايه كومن مالتيبل؟ تعالوا نشوف اكسرسايز على طول. بيقول لي مين الكومن مالتيبل بتوين 12 اند 18؟ في عندي كام طريقه؟ طريقتين. ده الدرس اللي فات، يا اما بجيب المالتيبل يا اما بجيب الايه، اعملها فاكتورايزيشن. نعمل فاكتورايزيشن. سكت الواد ده يا يوسف. The 6 and 9. 1 multiply 6 و 2 multiply 3. غلط. الأول هنحلها بطريقة الإيه؟ No common factor. No common multiple. ثواني يا محمد، كله قافل المايك، كله يقفل المايك. ما فيش غير يوسف اللي سمع الكلام، ومحمد واسراء، انتوا الثلاثه بس اللي سمعتوا الكلام، ماشي. يعني ايه بقى اجيب عن طريق المالتيبل؟ ايه المالتيبل بتاع 12؟ بقول 0 12 24 36، كل مره زود 12، 48 60 72، كل مرة زود 12. ده بالنسبة لل 12. طب ال 18 ببتدي بال 0 0 18 بلس 18 36 بلس 18 كام؟ 58. يعني يا مستر بنعمل تبول 18؟ 36 بلس 18 54 بلس 8 12. 2 carry up 1 over 5 6 6 بلس 1 7 72.
طيب كمان 18 90 وهكذا. مين الكومن مالتيبل؟ طبعا الزيرو ده اساسي. مين تاني؟ مين تاني يا اسراء؟ بس انت قفلت عليا الكاميرا. اسراء؟ لا ما قفلتهاش. اسراء نعم. ايه تاني الكومن مالتيبل ما بينهم؟ ايه اللي موجود فوق وموجود تحت في نفس الوقت؟ احنا قلنا الزيرو موجود فوق وموجود تحت. ايوه. هل في نمبر وين تاني موجود؟ 72. 72 ماشي. وايه تاني يا اسراء؟ 36. ممتازة، برافو عليك، صح. مين اللوست اللي فيهم؟ مين الصغير اللي فيهم؟ مين أصغر واحد فيهم يا إسراء؟ ال 36 والزيرو. ايوه الزيرو. الزيرو ده أصغر واحد، برافو عليك. بس أنا ما باخدش بقى الزيرو، وأنا عايز باخد اللي بعده على طول. مين اللي هو اللي بعده؟ 36. برافو عليك، صح، 36. طيب لو انا عايز احلها بطريقه انا انت خرجت عشان النت قفل. طيب ماشي يا يوسف، احنا عملنا المالتيبل بتاعت ال 12 يا يوسف، ولقيت انها 0 12، كل مره زود 12. 0 12 24 يعني النت يا مستر اصلا تيبل 12 48 60 72. اه زي ما محمد قال كده، التايم تيبل بتاع 12. 12. طيب و 18 كل مره زود 18، 0 18 36 54 72 90 كده يعني. ماشي ماشي. بعدين اشوف مين المشترك فيهم. ماشي. الاقي الزيرو موجود وال 36 وال 72، هو بيبقى عايز اللوست، اقل واحد يا يوسف. اقل واحد مين؟ الزيرو. بس يا مستر، انا ما باخدش مستر الزيرو بقى، باخد اللي بعده على طول. مستر مين اللي بعده على طول؟ مين اللي بعده على طول يا يوسف؟ ال 36. ايوه اللي بعد الزيرو كومن اللي هو ال 36. عرفتها يا يوسف جبناها 36 ازاي؟ ايوه ماشي، برافو عليك. هنحل بقى دلوقتي انا ومحمد، هنحلها بطريقه الفاكتورايزيشن. يعني انا عرفت كده طريقه المالتيبل، اجيب المالتيبل بتاع ده والمالتيبل بتاع ده واشوف المشترك. طب لو انا عايز طريقه اسهل شويه بحلها بطريقه الفاكتورايزيشن. همسك محمد هيساعدني في ال 12. يلا يا محمد 12 كام مالتي بلاي كام؟ اديني 12 ما عدا 1 مالتي بلاي 12. مستر انا عارفه، انا قلت محمد اللي هيجاوب عشان هيرجع يجاوب في دوركم، افضل لكم بلاش. ماشي عشان انا حاسس ال 2 ده برايم. ماشي ال 6 ماشي، ال 6 دي نون برايم، هتبقى 2 ملتي بلاي 3. ماشي، هم سابوكوا اهم يا محمد، تجاوب براحتك وما تدخلوش. ماشي، عشان برضه انت تسيبهم ايه في دورهم. بعد 10 دقايق الزوم هيقفل وبتدخله تاني. ماشي؟ ايه مش ناقص تاني؟ اه. يلا يوسف، يوسف هيساعدني. زي الزوم هيقفل واحنا انا يا مستر. يوسف هيساعدني في 18، كل واحد واحدة يا محمد. 18 يا يوسف. 18؟ اه كم مالتي بلاي كم؟ اه 6 مالتي بلاي 3. ممتاز، برافو عليك. 3 مالتي بلاي 6. ال 3 بتكتب ايه يا محمد؟ 29. لا بكتب يا مستر هنا. لا ما تكتبش، لا عيب يا محمد. ماشي، هما هو يوسف اللي هيجاوب. 3 مالتي بلاي 6. ال 3 لقيته برايم يا يوسف، صح؟ ايوه. اخش على ال 6 كام مالتي بلاي كام؟ اديني 6 لانها مش برايم. كام مالتي بلاي كام؟ اديلك 6. 2 مالتي بلاي 3.
برافو عليك. 2 ملتبلاي 3 الاثنين برايم نمبر، يبقى كده بقف عليهم. اهو ماسك بقى يا اسراء ايه ال 12، اقول ال 12 عباره عن ايه؟ ملتبلاي ايه؟ ملتبلاي ايه؟ كل الفروع اللي تحت دي 2 ملتبلاي 2 ملتبلاي 3، 2 ملتبلاي 2 ملتبلاي 3. طيب يا محمد 18 عباره عن مش ايه؟ هحل سؤال، مش هحل سؤال، ما مخلص واحد. قول يا محمد 18 عباره عن ايه؟ ملتبلاي ايه؟ ملتبلاي ايه؟ قول يا محمد افتح المايكروفون. 3 ملتبلاي 2 ملتبلاي 3. بكتب ال 3 تحت ال 3، ادي 3 اهي. ال 3 بنكتبه تحت ال 3 2 ونكتبه اكتبه تحت ال 2 3 ما فيش حاجه فوقها اكتبها لوحدها. نوديه كام؟ طيب بعد كده فاكرين في الهاي كومن فاكتور كنت باخد المتكرر بس؟ هنقول كاتبين يا مستر ماشي، لكن هنا مش هاخد المتكرر بس، انا هاخد من كل عمود واحده. ماشي، هاخد ايه؟ من كل عمود واحده، يعني في اللوست كومن مالتيبل دي مختلفه. في الهاي كومن فاكتور كنت باخد ايه؟ من كل المتكرر بس، لكن هنا هاخد من كل عمود واحدة. من كل عمود ايه؟ واحدة. الاول اول عمود ده التو ده هاخد منه واحدة اللي هي كام؟ تو ملتبلاي. اخش على العمود اللي بعده هاخد من هنا كام؟ اخد منه واحدة. ماشي، الواحدة دي اللي هي ايه؟ ما تكتبش تاني يا محمد، تو. ماشي، اكتب 2. اخش على العمود اللي بعده 3 اخد منه ايه؟ واحد. 3 اللي فوق واحد، وبعدين اخش تحت ناقص لي كمان عمود صح؟ اه العمود الاخير ده فيه كام؟ 18 3 اخد منه واحد. اعمل لهم كلهم ملتبلاي بعض، 2 ملتبلاي 2 ملتبلاي 3 ملتبلاي 3، 2 ملتبلاي 2 4، و 3 ملتبلاي 3 9، 4 ملتبلاي 9 كام؟ 36. زي دي ولا لا يا يوسف؟ زيها. ماشي، في طريقتين. ماشي، في طريقتين دلوقتي. الأول طريقة المالتيبل، إن أنا أجيب المالتيبل بتاعت كل واحد وأشوف الكومن، وفي طريقه الفاكتورايزيشن. الفاكتورايزيشن قلنا زي الهاي كومن فاكتور زي ما كنا بنجيبها، بس ما باخدش المتكرر بس، لا ده انا باخد من كل واحده واحد، باخد من كل عمود واحد. حل سؤال بقى. طيب جاهزين تحلوا لوحدكم؟ اه يا مستر اديني يا مستر مسالني بس واحده. ماشي، انا اتاكد ان احنا عارفين نحلها ولا لا. اول واحده اسراء، تاني المسألة دي حلها بأي طريقة، الطريقة اللي أي طريقة أنت عايزاها، الطريقة اللي سهلة ليك. أنا مش كاتب دي، ودي يوسف. الطريقة السهلة هي اللي هي. آه. والطريقة اللي بعدها محمد. مين ده؟ أنا مش هحل دي. يلا بسرعة يا محمد. لا انت حالي الاثنين وحشه. يلا يوسف بسرعه. يلا يا اسراء انت تخلصي اول واحده. طب اعمل باي طريقه؟ الطريقه اللي انت عايزاها يا اسراء. لو المالتيبل دي سهله المالتيبل خلاص اعملي بيها، وقولي لي ايه اللوست كومن مالتيبل بسرعه. انا هجيب الكراسه بتاعتي عشان هو ايه هيكون 3 نمبر إيه؟ يا يوسف حل بتاعتك يوسف نمبر بي. انت نمبر انا بي بحل بتاعتي، عايزون اجيب مولتبلز لنمبر 3. ماشي، اكتب التايم تيبل بتاع 3 كل مره زود 3. ماشي ماشي، واسراء تحل ايه ومحمد زود لحد كام؟ ايه زود زود لحد 5 او 6 قدام يعني.
يعني انا كاتب هنا كام تقريبا 6 او 7 زود 6 نمبر على ما قبل ما محمد ما يخلص سي ودي واي واف وجي واتش بسرعه. يلا يا محمد يلا اسمعي الكراسه بتاعت الناس. اقعدي دوري على الكراسه ودوري على مش عارف ايه وكلهم هيخلصوا قبلي. لا انا مش لاقيها فازاي اخلص بسرعه. حل في اي ورقه. كتبت التايم تيبل كامل دلوقتي بس اكتبه. مستر ولا انا اللي هعمل له هو 6 و 9 اند 9 ده هي نمبر ايه او لتر ايه ده لتر اي قد هي لتر ايه اللي انا احله كومباوند كامل. دلوقتي اكتب التايم تيبل بتاع ال 6. ادخل الحمام مستر. مستر اقدر ادخل الحمام مستر؟ مستر 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 ميستا ما رجعش دلوقتي. انا ادخل من غير مستر. مستر مستر مستر